سناها في ظلام الليول بدت لي انوارها من سر طه الرسول اللهم صل وسلم عليه مأخوذة عن علي المرتضى والبتول شراب ممزوج يا محلاه ذاك الشمول سر سرى بالتناسل في العيال الفحول يا قرة العين في ذي الحي نبغى نزول عسى مع الملتقى يحصل لنا كل سول عسى عسى نتصل من بعد ذاك الوصول حضرة العلم هذا سر شرحه يطول ذا سر ما ينضبط ما تحتمله العقول في الفرع لابد يظهر سر تلك الوصول وين المفاتيح لي نفتح بها للقفول لي حجزنا الحمل شل العذول طال انتظاري لهم والصبر وقته يطول أهوي لقاهم وهم في وسط قلبي حلول وحبهم قد سكن قلبي وحاشا يزول ومن عشق قط ما يسمع كلام العذول يتغانم الوقت من قبل الحوائل تحول يسعى
يسلك مع الصدق لا يسلك طريق الفضول طريق طه النبي اللهم صل عليه الرسول يسلك مع الصدق لا يسلك طريق الفضول طريق طه النبي الهادي شفيع الرسول عليه صلى إلهي والصحابة الفحول وآله الكل والعامل على ما يقول والحمد لله رب العالمين. Thank you.
فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل واسطة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل فلذ به في كل ما ترتجل فهو شفيع دائما يقبل فلذ به في كل ما ترتجل فهو شفيع دائما يقبل وعذ به من كل ما تشتكي فإنه المأمن والمعقل وعذ به من كل ما تشتكي فإنه المأمن والمعقل وحط أحمال الرجاء عنده فإنه المرجع والمؤيل وحط أحمال الرجاء عنده فإنه المرجع والمؤيل وناديه إن أزمة انشبت أظفرها واستحكم المبطل يا أكرم الخلق على ربه وخير من في همه يسأل يا أكرم الخلق على ربه وخير من في همه يسأل قد مسني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يذهل قد مسني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يذهل ولن ترى أعجاز مني فما لشدة أقوى ولا أحمل ولن ترى أعجاز مني فما لشدة أقوى ولا أحمل فبالذي خصك بين الورى برتبة عنها العلا ينزل عجل بإذهاب الذي أشتكي فإن توقفت فمن أسأل فحيلتي ضاقت وصبر قضى فلست أدري ما الذي أفعل فأنت باب الله أن يخرئ أتاه من غيرك لا يدخل فأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل صلى عليك الله فأصبحت زهر الروابي نسمة شمال والآل والأصحاب ما غردت ساجعة أملودها مخضل مسلما ما فاح عطر الحمى فطاب منه الند والمندل Thank you.
أبرر.